ليل ريبالي طويل في انتظار زبائنها هنا في ضواحي دلهي الغربية. إنها متحولة جنسيا وبالتالي تمارس الوظيفة الأخطر في الهند، إذ إن حالات انتقال عدوى فيروس الإيدز إلى ازدياد في أوساط هذا المجتمع المهمش، والتهديد بالعنف لا يجعلها في أمان. نواجه مخاطر كثيرة وخصوصا من قطاع الطرق الذين يهددون بالسكاكين ويسرقون أموالنا ويضربون. روبالي وكمثيلاتها تتلقى الدعم من مجموعات مساعدة مثل ميتر تراست. هذه المنظمة تعمل على ضبط أي ازدياد لفيروس نقص المناعة بين المثليين والمتحولين جنسيا، وبينما تشير التقديرات إلى أن فقط 3% من الشعب الهندي مصاب بالفيروس، هناك أكثر من 7% من الرجال المثليين والمتحولين جنسيا يعانون من هذا المرض القاتل. التوعية متوافرة والواقي الذكري يوزع، ولكن من الصعب أن تصل مثل هذه الخدمات إلى الجميع. حتى هنا في الهند الشعب ليس منفتحا كفاية لكي يقول الشخص بشكل مباشر أنه مثلي أو متحول أو بأنه ينتمي إلى هذا المجتمع. وما دام التحرك الرسمي المطلوب لم يحصل بعد، فإن الخوف من عودة أقوى لفيروس نقص المناعة هو كبير بدوره وينذر بموجة مرضية جديدة تجتاح الشعب الهندي.